بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون المتنافسون
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت
أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وببركة الرسول الكريم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.